بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع فيديو جديد ومع تقويم التعلمات ودعمها وتوليفها، صفحة 26 و27 و28. إذا قبل البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة فضلا منكم وشكرا، وأذكر دائما دائما الإنجاز قبل التصحيح، مفهوم؟ لأن دائما يجب أن تعتمد على نفسك. إذا لم تفهم أي تمرين، إذا يمكنك العودة إلى الفيديوهات القناة لفهم الدرس ثم إنجاز تمارين ومن ثم تصحيحها من خلال هذا الفيديو. أيضا هذه الفيديوهات خاصة بالأمهات والآباء لكي يقومون بتصحيح تمارين وواجبات أبنائهم. إذا نبدأ بالتمرين رقم 1. إذا أكتب بالأرقام كل من الأعداد التالية. إذا 15,000. إذا دائما نأتي إلى فصل الآلاف نكتب 15، وفصل الوحدات البسيطة غير موجود. 120 مليونا، إذا 120 في الملايين، الآلاف غير موجودة، الوحدات البسيطة غير موجودة. 23 مليارا نفس الشيء، 33 مليارا عفوا، 33 في الملايير، الملايين غير موجودة، الآلاف غير موجودة، والوحدات البسيطة غير موجودة. ثم 17 مليارا، إذا نكتب 17 في الملايير، و 58 مليونا، 58، لاحظوا دائما على شكل ثلاث أرقام، 58 مليونا، الآلاف غير موجودة، والوحدات البسيطة غير موجودة. نمر إلى التمرين رقم 2. أكتب بالحروف كل من الأعداد التالية. إذا ألف، إذا الفصل الأول خاص بالوحدات البسيطة، الفصل الثاني بالآلاف، والثالث بالملايين. يعني 5 ملايين، خمسة ملايين، وستمائة ألف، وثلاثمائة وثمانين، مئة وثمانون. ثم نفس الشيء، إذا هذا بالوحدات البسيطة، الآلاف، الملايين، الملايير. إذا 5 ملايير و600 مليون، 5 ملايير و600 مليون، وثلاثمائة وثمانون ألفا، مئة وثمانون ألفا. ثم جيم، إذا الوحدات البسيطة، الفصل الثاني الآلاف، الملايين، الملايير. إذا 155 مليارا و900 مليون، 155 مليارا و900 مليون و350 ألفا، و350 ألفا. ثم التمرين رقم 3. أكمل تفكير كل من الأعداد التالية. إذا العدد هو 7 ملايين و600 ألف، 7 ملايين و608 ألف و200، 200. إذا هذا هو العدد، إذا لتفكيكه، إذا 7 ضرب، إذا 7 هو رقم الملايين، إذا 7 ضرب مليون، زائد 6 ومئات الآلاف، إذا ضرب 100 ألف، مئات الآلاف ضرب 100 ألف، صفر لا داعي لكتابته. 8 هو رقم الآلاف، إذا 8 ضرب 1000، 200 هو أو 2 هو رقم المئات، إذا 2 ضرب 100، والأصفار لا داعي لكتابتها. ثم العدد الموالي اللي هو ملياران،
و43 مليون و5000. إذن 2 هو رقم الملايير، إذن ضرب مليار، صفر لا داعي لكتابته. 4 هو رقم عشرات الملايين، عشرات الملايين، إذن ضرب 10 مليون. ثم 3 هو وحدات الملايين، يعني 3 ضرب مليون. ثم 5 هو وحدات الآلاف، إذن 5 ضرب الآلاف، ضرب 1000، أصفر لا داعي لكتابتها. جيد، ثم نمر إلى التمرين رقم 4. إذن أكتب بالنسبة للعدد 3,149,597,871 ما يلي. إذن رقم عشرات الآلاف، إذن بالنسبة للتمرين رقم 4، إذن عشرات إذن بالنسبة لعشرات الآلاف، إذن نأتي إلى الآلاف، إذن هذا 7 هو رقم وحدات الآلاف، و9 وعشرات الآلاف، إذن هو رقم 9. ثم عدد الآلاف، إذن عدد الآلاف ما معناه؟ معنى هذا العدد شحال فيه من ألف، يعني نقسمه على ألف، أو نأتي إلى الآلاف، الآلاف هو 7، إذن نكتب حتى 7، إذن 3,149,597، يعني نكتب حتى الآلاف، هذا هو عدد الآلاف، إذن 3,149,597. ثم رقم وحدات الملايين، إذن هذا هو الملايين والوحدات هو 9. ثم عدد عشرات الملايين، يعني هذا العدد شحال فيه من عشرة المليون، إذا نأتي إلى الملايين والعشرات هو 4 ونكتب حتى 4، إذا 3, 1, 4، يعني هذا العدد اللي قسمنا على عشرة المليون غلقه الخارج هو 314، وهو عدد عشرات الملايين. ثم التمرين رقم 5، أحدد الأرقام الناقصة في كل عملية. إذا نحاول إنجاز التمرين في الكتاب. إذا 7 + 3 = 10 + 0 = 10، أضع 0 وأحتفظ ب1. 8 + 1 = 9، + 4 = 13، + 1 = 14، نحتفظ ب1. 5 + 3 = 8 + 1 = 9، + 1 = 10، أضع 0 وأحتفظ ب1. 8 + 1 = 9، 9 + 7 = 16، أضع 6 وأحتفظ ب1. 1 + لا شيء = 1. ثم نفس الشيء، 9 + 5 = 14، + 6 = 20، أضع 0 وأحتفظ ب2. 8 + 12 = 17، 17 يعني هنا 26، 17 نضيف كم؟ نضيف 9، إذا 17 + 9 = 26، أضع 6 وأحتفظ ب2. 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 1 = 7، 2 + 4 + 7 تعطينا 11، أضع 1 وأحتفظ ب1، 4 + 1 = 5. ثم هنا عملية الطرح، إذا 0 - كم يعطيني 7؟ لا يمكن، إذا 10 - 3 تعطينا 7، وأنزل الاستيلاف. 4 + 7 = 11، بمعنى 11 - 7 = 4، وأنزل الاستيلاف. هنا 2 - كم تعطيني 6؟ لا يمكن، إذا 12، 12 - 6 مع هذا الواحد، إذا أضع 5 فقط،
يعني 12 ناقص 6 يساوي 6 أنزل الاستيلاف، ثم 17 ناقص 9 تساوي 8 أنزل الاستيلاف، وهنا بما أن هنا 2 إذا 3 ناقص 2 يساوي 1، ثم 0 ناقص 2 لا يمكن، 10 ناقص 2 8 أنزل الاستيلاف، 11 ناقص يعني أضع هنا 5 باش مع هذا الواحد تولي 6، 11 ناقص 6 تساوي 5 أنزل الاستيلاف، 9 ناقص 8 تساوي 1، يعني هنا أضع 7 باش تكون مع الاستيلاف. يلا لهذا اللي نزلته هنا تولي 8، 9 ناقص 8 1، 8 ناقص 1 7، 2 ناقص 1 2، إذا هذه 5. ثم هنا الضرب، إذا كم أضرب في 4 أحصل على 2، إذا يمكن أن تكون 3 ضرب 4 12، أو 8 ضرب 4 32. إذا هنا لابد من التجريب، إذا إذا درنا هنا 3، 3 ضرب 4 12، أضع 2 واحتفظ بواحد، 3 ضرب 2 6 زائد 1 7، و3 ضرب 1 تساوي 3، إذا 3 غتكون هي المزيانة. إذا 3 ضرب 4 12 احتفظ بواحد، 3 ضرب 2 6 زائد 1 7، 3 ضرب 1 3، 6 ضرب 4 24 واحتفظ ب2، 6 ضرب 2 12 زائد 2 14 واحتفظ بواحد، 6 ضرب 1 6 زائد 1 7، ثم أقوم بعملية الجمع، إذا 2 7 عفوا، هنا 6 ضرب 2 24 واحتفظ ب2، 6 ضرب 2 12 زائد 2 14 احتفظ بواحد، نعم 6 ضرب 1 6 زائد 1 7، إذا 2 7 زائد 4، إذا هنا 11 واحتفظ بواحد، 4 زائد 3 7 زائد 1 8، ثم هنا لا شيء زائد 7 يساوي 7. ثم هنا كم أضرب في 8 أحصل على 2، إذا كاين 4 ضرب 8 32، وكاين 9 ضرب 8 72، إذا يا 9 يا 4، إذا نجرب مثلا 4، 4 ضرب 2 32، أضع 2 واحتفظ ب3، 4 ضرب 1 4 زائد 3 7، إذا ممكن تكون 4، إذا 4 ضرب 2 32، 4 ضرب 1 4 زائد 3 7، 1 ضرب 8 8، 1 ضرب 1 1، 2 زائد لا شيء 2، 7 زائد 8 15، 1 زائد 1 2. نمر إلى التمرين الموالي سادسا، دونك avec les chiffres 3 7 4 5 8 6 9 j'écris le plus grand nombre possible composé de 7 chiffres. دونك هنا عندنا 7 الارقام، بغينا لو غران نومبر، ملي كنبغيو لو غران لو بلو غران نومبر كنرتبوهم من الكبير للصغير باش نحصلوا على اكبر عدد ممكن. الا بغينا نشكلوا اكبر عدد من هاد الارقام نبداو من الكبير، اذا نبداو ب 9 هو الاكبر، ثم يليه 8، ثم 7، 6 ما كايناش، اذا 5، ثم 5، ثم 6، ثم 4، ثم 3 بالترتيب، فاحصل على اكبر عدد. هنا لو بلي بوتي نومبر لو بغينا اصغر عدد مشكل من 7 الارقام، العكس نبداو من اصغرهم اللي هو 3 4 6 عفوا اذا هنا 9 8 7، هنا 6، هنا 5، اذا هنا 3 4 5 6 7 8 9، هذا هو اصغر عدد. ثم التمرين 7، اذا الاحظ وانقل الشكل على دفتري واكمله باستعمال الرمزين تعامد او يعامد توازي، اذا سي جي سي او، سي جي هذا و سي او بينهم زاوية قائمة، اذا متعامدان. ثم
CGFD متوازيان، ثم OA BD بينهما زاوية قائمة، إذا متعامدان. من طبيعة الحال هنا زاوية قائمة، أما في التوازي راه خصنا نستعملو الكوس. لاحظوا هنا كاين هذا المستقيم وهذا المستقيم وهذا CG وFD راهم عمودين على نفس المستقيم، وبالتالي فهما متوازيان. AB AE، إذا AB و AE متعامدان. ثم DF و CE، DF و CE، إذا لو وضعنا الكوس هنا غنلقاو زاوية قائمة، إذا متعامدان. ثم BD و GE، BD و GE متوازيان. ثم نمر إلى السؤال جيم، أذكر مستقيمين متقاطعين غير متعامدين، يعني جوج المستقيمات متقاطعين ولكن ما متعامدينش. يمكن لنا ناخذ مثلا بي دي مع سي جي، ما كيتقاطعوا في هذه النقطة وما كاينش زاوية قائمة. بي دي و سي جي، بي دي و سي جي مثلا، كاين أمثلة كثيرة. نمر إلى التمرين رقم 8، je construis une droite D3 parallèle à D1 et passant par le point B. يعني رسم D3، لا droite D3 مستقيم 3 يكون parallèle متوازي مع D1 ومار من B. إذا كيفاش غنرسمو متوازي مع D1 ومار من B؟ إذا باستعمال الكوس، إذا متوازي مع D واحد ومار من بي، اذا غيكون موازي لهاد دي واحد ومار من بي. اذا ارسم واحد المساعد هنا، ثم العمودي على هذا المساعد. ثم أمدد، إذن هذا هو الدي دي ثلاثة، هذا مار من بي وموازي للدي واحد. ثم هنا جو كونستروي ان دروات دي كاتر بيربونديكولار ا دي ان، يعني واحد المستقيم دي 4 عمودي على دي 1 ومار من بي، اذا عمودي على دي 1 ومار من بي، اذا هو اللي سبق ترسمته انا كمساعد، يعني هذا مار من بي وعمودي على دي 1. زاوية قائمة، اذا هذا هو دي 4. ثم جو كومبليت دونك دي 3 و دي 1، دي 3 هذا و دي 1 كيفاش دايرين؟ من طبيعه الحال متعامدان، يعني كاين تعامد. جيد، نمر الان الى التمرين رقم 9. اذا نمر الى التمرين رقم 9، احسب كل مجموعه او فرق معبر عنه بالسنتي متر. اذا هذا جدول خاص بقياس الاطوال، اذا يمكننا ان نرسم جدولا خاص بقياس الاطوال. اذا بالنسبه للعمليه الاولى، اذا لدينا 25 سنتيمتر، اذا ناتي الى السنتيمتر ونضع 25 دائما رقم الوحدات في الوحدة، 35 مليمتر، 5 في المليمتر 35، ثم 12 ديسيمتر، 2 في الديسيمتر مثلا هنا، ثم نقوم بعملية الجمع. إذن 5 8 4 1، عبر عنه بالسنتيمتر. إذن نأتي إلى السنتيمتر ونضع فاصلة،
نأتي إلى السنتيمتر ونضع فاصلة، إذن 148 فاصلة 5، إذن 148 عفوا، إذن هنا 148 فاصلة 5. بالنسبة لهنا 146 سنتيمتر، إذا نضع 6 في السنتيمتر، مئة وستة وأربعون، ثم نطرح منها 0 متر، إذا نضع 0 في المتر، إذا 0 في المتر هنا 58، ثم نقوم بعملية الطرح، إذا 16 ناقص 8 8، 14 ناقص 6 8، 1 ناقص 1 0، ونعبر عنها بالسنتيمتر، إذا نأتي إلى السنتيمتر ونضع الفاصلة، إذا الفاصلة جاءت هي الأخيرة يعني 88، إذا هنا 88 سنتيمتر، ثم نأتي إلى العملية الموالية، إذا 7 ديكامتر فاصلة 9، دائما رقم الوحدات في الوحدة، 7 هي اللي غنوضعو في الديكامتر، إذا 7.9 ديكامتر، إذا 7 ديكامتر فاصلة 9، إذا نأتي إلى الديكامتر ونضع 7.9، ثم 0 متر فاصلة 0.5 يعني 0 في المتر، إذا 0 في المتر، ها هو 0 في المتر فاصلة 0.5، ثم نقوم بعملية الجمع، إذا تعطينا 5.97، نحول إلى السنتيمتر، إذا أصلا جات وصل السنتيمتر، إذا 7905، 7905 سنتيمتر، ثم العملية الأخيرة 7.26، إذا نأتي إلى الديكامتر ونضع 7.26، إذا 7.26، ثم نطرح منها 0 كيلومتر فاصلة 0.49، يعني 0 في الكيلومتر، إذا نأتي إلى الكيلومتر ونضع 0.049، ثم نقوم بعملية الطرح، إذا 6 ناقص لا شيء 6، ثم 12 ناقص 9 3، ثم 7 ناقص 5 2 0 0، ونحول إلى السنتيمتر، إذا السنتيمتر، إذا لا زالت هناك خانة فارغة، نتمم بإضافة الأصفار، إذا 2360 سنتيمتر، 2360، 2360 سنتيمتر، ثم نأتي الآن إلى التمرين رقم 10، أستخدم جدول التحويلات وأكتب قياس كل طول لكل من الوحدات التالية، إذا نفس الشيء نستعمل الجدول ثم نضع فيه الطول ونحوله إلى المتر، كيلومتر، سنتيمتر، ديكا متر. جيد، إذا 1687 سنتيمتر، إذا أضع 7 في السنتيمتر، إذا 7 هنا ثم 8.61، 8.61، إذا نحولها إلى المتر ثم الكيلومتر سنتيمتر ديكامتر، إذا نحولها إلى المتر نضع الفاصلة هنا يعني المتر، إذا 16.87، 16.87 متر، ثم إلى الكيلومتر مثلا، إذا الكيلومتر نضيف الصفر هنا وصفر هنا ونضع فاصلة في الكيلومتر، إذا 0 كيلومتر فاصلة 0 1687
كيلومتر، ثم إلى الديكامتر نضع الفاصلة هنا، إذا 1.687 لكي نحول إلى الديكامتر، إذا 1.687 ديكامتر. ثم العملية الثانية 31 ديكامتر، إذا رقم الوحدات في الوحدة، 1 في الديكامتر، إذا 1 في الديكامتر، ثم 3.79. إذا نبدأ بالتحويل مثلا إلى المتر، إذا المتر هنا، إذا نضع الفاصلة في المتر، إذا 317.9، ثم الديكامتر عندنا إلى الكيلومتر، إذا نضيف الصفر، إذا 0.3179 كيلومتر، ثم إلى السنتيمتر، السنتيمتر هنا نضيف الصفر، إذا 31790 سنتيمتر. ثم العملية الموالية 589 متر، إذا رقم الوحدات في الوحدة 9 في المتر، إذا 9 هنا 8.5. إذا كم فيها مثلا من ديكامتر؟ إذا الفاصلة في الديكامتر هنا، ديكامتر فاصلة في الديكامتر 58.9، ثم الكيلومتر نضيف صفر ونضع الفاصلة، إذا 0.589 كيلومتر، ثم السنتيمتر نضيف صفرين حتى السنتيمتر، إذا 58900 سنتيمتر، 58900 سنتيمتر. ثم هنا نضع 7 في المليمتر، إذا 7 في المليمتر، ثم 6 4 3 5، إذا كم فيها من ديكامتر مثلا؟ فاصلة هنا، إذا 5.3467 ديكامتر. كم فيها من كيلومتر؟ نضيف صفرين ونضع الفاصلة في الكيلومتر، إذا 0.053467 كيلومتر. ثم إلى السنتيمتر، نأتي إلى السنتيمتر ونضع فاصلة، إذا 5.346.7 سنتيمتر. ثم الآن مع التمرين رقم 11 أحسب ما يلي، إذا أيضا نفس الشيء نستعمل الجدول للتحويلات، إذا خاص بقياس المساحة، ثم نقوم بالتحويلات. إذا هنا مثلا، إذا 25 سنتيمتر مربع، إذا نضع 25 سنتيمتر مربع، 12 ديسيمتر مربع فاصلة 7، إذا 12 ديسيمتر مربع فاصلة 7، ثم 2 متر مربع فاصلة 3، 2 متر مربع فاصلة 3، ثم نقوم بعملية الجمع، إذا 5 9 2 4 2، المطلوب هو ديسيمتر مربع، إذا نأتي إلى الديسيمتر المربع ونكتب 242.95، 242.95، 242.95. ثم العملية الثانية، إذا 0 في المتر مربع، إذا نأتي إلى المتر مربع ونضع الصفر، 5.81. ثم 0 ديكامتر مربع فاصلة 32، إذا ديكامتر مربع 0.32، ثم 2 هكتومتر مربع يمكنني كتابتها هنا لا بأس، إذا نجمع، إذا 0.8812، المطلوب الهكتومتر مربع، إذا نأتي إلى الهكتومتر مربع ونضع فاصلة، إذا 2.188، هذا الصفر يعتبر زائد في الأخير، إذا 2.188. ثم العملية الأخيرة 0 هكتار فاصلة 37، إذا نأتي إلى الهكتار، هو هذا الهكتار هو الهكتومتر المربع، إذا 0 في
الهكتار والهكتومتر مربع فاصلة 37، إذا 0.37، ثم نضيف إليها 79 آر، إذا نأتي إلى الآر ونكتب 79، ثم نقوم بعملية الجمع، إذا 16 واحد 11 واحد 1، ثم المطلوب هو الهكتار، إذا نأتي إلى الهكتار ونضع الفاصلة، إذا 1.16 هكتار. ثم التمرين الأخير، إن فيرم دو 5 هكتار 25 آر 64 سنتيار أبرودوي 40 كينتال دو بلي بار هكتار، يعني كتعطينا هاد المساف المساحة هادي كتعطينا 40 قنطار في الهكتار الواحد. جو كالكيلو لا كونتيتي دو بلي برودويت بار لا فيرم اون طون، اذا هاد المساحة هادي غنحولوها للهكتار وغنضربوها في 40 ونحولو للطون، يعني المساحة خاصها تكون بالهكتار وكل هكتار كيعطينا 40 قنطار، اذا نحولو هادي الهكتار ونضربوها في 40، اذا لا حولنا هادي الهكتار إذا بطبيعة الحال نضع 5 هكتار، إذا نحاول هنا في الفراغ هذا، إذا 5 هكتار، ثم 25 آر، 25 آر و 64 سنتي آر، إذا الهكتار هو هذا، إذا 5.264، 5.2564 هكتار، إذا الآن أصبح الأمر سهل جدا. إذا للإجابة عن السؤال، إذا 5.2564 هكتار نضربها في 40، إذا ستعطينا الجواب بالقنطار لأن كل هكتار يعطينا بالقنطار، ثم سنحول إلى الطن. إذا بعد إجراء العملية إذا نحصل على 210.256 قنطار، ثم نحولها إلى الطن، إذا القنطار 0 سنضعه في القنطار و1 في الطن، إذا 21.0256. إذا إلى هنا انتهى التمارين صفحة 27، إذا الفيديو المقبل سنكون مع الصفحة 28، دائما من تقويم التعلمات ودعمها وتوليفها. إذن إلى ذلكم الحين دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وشكرا.